لليوم الثاني على التوالي تواصل مؤشرات البورصة المصرية الإغلاق على اللون الأخضر. المؤشر الرئيسي EGX 30 أغلق اليوم مرتفعا بأربعة أعشار بالمئة ليسجل 10150 نقطة، وعزز المؤشر السبعيني من مكاسبه بنسبة قاربت 14% وأغلق عند مستوى 1744 نقطة. وننتقل لإغلاق المؤشر الأوسع نطاقا EGX 100 والذي صعد بنحو 13% وقيم التداولات بلغت اليوم 1,542,000,000 جنيه، وهذا طبعا ارتفاع كبير مقارنة بالجلسات الماضية.